كراكيب. كل حاضر عم حط. طيب أنا هقوم بقى عشان أتفرج على الماتش. إيه يا سلمى حبيبتي، معقولة تقومي وجوزك لسه بياكل؟ آه أنا آسفة، ده بعد إذن حزومي طبعًا. يلا يا جماعة هنشرب الشاي في الجنينة، أنا عامل حتة خلوة هتخلي أعصابكم ريلاكس. التماسيح دي أنا جبتها من الهند. العلماء اكتشفوا إن الفصيلة دي عضتها أقوى من عضة الديناصور 100 مرة. هو باين باين. واكتشفوا كمان ان اللي يجي جنب بنتهم يقطعوا اسنانهم. طب واللي يجي جنب ابنهم بابا فين امال؟ وهتورط ابوه ايه؟ انت مالك؟ ما جاش خلفتهم كلها بنات. يلا من هنا يلا يلا يلا. ده بقى الضب المصري لسعه من ديله بألف كرباج. على فكره حماك ده يا اما ساد يا اما اهبل. ايه رايكم؟ حاجه جميله مش كده؟ هي جميله بعقلي يا فؤاد. قول لي هي دي الخلوه بتاعتك؟ طبعا انا لما احب اهدي اعصابي اجي هنا في وسط التعابين والتماسيح. اما لما تحس تتوتر بتروح فين؟ الدريم بارك. ايه ده حكايه ابو لهب دي؟ ايوه ايوه. بقول ايه، يا ريت تخليكم انتوا الاثنين هنا تهدوا اعصابكم وانا هروح البس تصل خضه في الاوضه. اوعى. قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت اعصابك متينه ولا في حاجه مقصره عليها؟ انا اعصابي زي الحديد عمي، بس ابوس ايدك نمشي من هنا. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادرة. دي مثلاً اسمها الزنبقة السوداء. عمرك شفت زهرة سوداء؟ هدي تمنها 10,000 دولار. أوف. إيه ده؟ إيه ده؟ قول لي يا حازم. أيوة عمي. أنت متأكد إن أعصابك حديد؟ عمي أنا أعصابي كويسة والله العظيم. شوف يا بطل، ليك عندي هدية زنبقة لو جبت لي بيبي صغير. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي. هي بنتك المصون سلمى. ده البيس والبروس دي بتاع عندي عملوا الابارسه، ولاد الابارسه مش عايزين يصدروه. ده البيس حلو جدا. ايه انت لسه صاحي؟ اضرب بوقه كمان، بس اضرب بوقه كمان. ايه اللي مصحيك؟ تعالى فيلم لذيذ قوي. بيضحك موت. والله عندك حق، هو الواحد محتاج يرسم من بيت الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده. اضرب. ينفع؟ اضرب يا الحق. بقوا ثلاثة. سمعنا صوتكو، قلنا نيجي نقعد معاك. اهلا اهلا. وانا بقى جايبه لكم فيلم يتجنن، مش هتنسوه في حياتكم. طب شغلوه لنا بقى يا ماما، ولا بلاش بلاش ليكون حازم عاجبه الفيلم ده ومتابعه. لا 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 براحتكم، ده حتى الفيلم مش قوي يعني. اتفضل. اوكي اوكي. هتنبسطوا جدا. بابا. نعم بابا. يلا بينا بابا قبل ما يتحولوا ويأكلونا. يلا بينا. ما هتحولوا ساعة كده. يلا. لولا ان احنا اصحاب انا ما كنتش جيت لك. زي ما انت عارفة اصل الموضوع حساس قوي ومحرج خالص. لا ولا محرج ولا حاجة يا حبيبتي ابدا. انت عارفة الموضوع ده بيحصل دايما في بداية الجواز. طب انتوا مثلا ما حاولتوش تقعدوا معاه؟ جايز عنده حالة نفسية، او جايز كمان انه متوتر شوية، واحتمال كبير قوي يكون في حاجة مضايقة. انا فعلا اتكلمت معاه بطريقة غير مباشرة طبعا. ما اعتقدش ان عنده مشكله نفسيه. تبقى اكيد مشكله عضويه. وفي الحاله دي بقى احنا دكاتره الذكوره بندي المريض الاول في البدايه حبوب هيربل سترونج ميديسن. على فكره بيقولوا عنه قوي جدا جدا جدا. ايوه بس انا ما اقدرش اقول له خد حبايه كده على طول، بقول لك موضوع محرج جدا. ايوه ما حدش هيقول له كده ابدا ابدا، بس ممكن يعني يا فؤاد تحطه له في الشاي، او حطه له في العصير، او احتمال كمان تحطه له في الشوربه. يا سلام بقى لو كانت شوربه كوارع دسمه كده، تاثيره هيبقى سحري. كوارع يا بتقول لك مفعوله سحري. متشكرين قوي يا دكتوره، احنا هنتصرف. تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. اربار يا حبيبتي. دكتوره هو اي حد ممكن ياخد الحبايه دي؟ اوعى يا فؤاد، انا بحذرك الموضوع ده في سنك خطير جدا، له عواقب وخيمه قوي، احتمال جلطه واحتمال كمان.
الله عليك، فكرة جنن. أنا فعلا من زمان نفسي قوي في الأكلة دي، بس ما جبتش مدام شهيرة وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتتقرف منها. أنا صحيح يا عم، أنت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده أحسن واحد في مصر يعمل لحمة راس. اتفضل. جبت لك شوربة كوارع مخصوصة فؤاد باشا عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش يا عمي، أنا ماليش في شوربة الكوارع، أنا ممكن أضرب عكاوي. أضرب عكاوي، بس الأول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال، أنت عارف دي تعمل لك إيه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي أنا زي الحديد من غير شوربة كوارع. أنا شوربتي جاية. طوعني، مش هتندم. أنا عايز أندم يا عمي، مش هشربها. أنا بقول لك اشربها. أنا بقول لك بس. بس ولا تزعلوا نفسكم أنتوا الاتنين. الشوربة إيه؟ ايه الصوت ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عنايات يا عاملين شاي دلوقتي يا بيه؟ الساعة داخلة على واحدة. معلش بس انا شوربة الكوارع مسخناني قوي وتعبان شوية. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجالة اللي في سننا، دي فيها جلطة، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو تفس هو كمان. اتفضل يا بيه. جتني؟ بنت عنايات. أيوة يا باشا. بقول لك إيه؟ أنتِ إيه؟ أنا أصل ما تجيب بوسة. إيه يا بنت أنت بتقوله ده؟ عيب كده. استني استني. عيب كده، أنت فاكرني إيه؟ افهمي بس، افهمي أنا فاهم، أصل أنا في لحظة تاريخية ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسة. يا لو عيب كده يا بنت؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ لما هي دي المعجزة يا بنت، اسمعي كلامي، تعالي راحة فين؟ تعالي بس، هاتي بوسة. أنتِ ما تعمليش. يا لو افهمي. لا يا بنت، يا بيه قد كده. يا بيه يا بابا، انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا، سبت ايه المراهقين يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا علاء، بابا في سن اليأس. معلش يا شيخ، انا في قمة مجدي. خلاص علاء، حقك حقك علاء، خد خد علاء. معلش علاء، حقك علاء، حقك علاء. انا اسف انا اسف انا اسف. بتحضنها يا